يسعد لي صباحكم. انطلب مني فيديو الشعبيات، واليوم بدي اقدم لكم طريقة الشعبيات الإدلبية اللي بتحبوها كلياتكم، ومشهورة بكل سوريا بعيالات صغيرة والكاسة والكيلو. عندي هون 6 كاسات طحين، نص كاس سمنة نضيفها على طحين، ربع كاس قطر، وحبة شيء لا يوصف كربولة، وطبعا عندي هون بيضة كمان رح اضيفها للعجين. طبعا مثل ما شفتوا انا ضفت هون حطيت البيضة، ورح نبلش عندي كاس من المي. طبعا رح نضيف المي تدريجيا، نشوف قديش رح تاكل مي معنا. كيلو الطحين حطيت له كاسة مي، ورح اضيف نص كاس تانية لحتى نعرف كيلو الطحين رح ياكل معي. هاي مثل ما شفتوا هلا خلصنا العجينة، اكلت معانا كاستين مي الا ربع، طبعا هو كيلو طحين. رح نبلوزها شوية زيت ونتركها لربع ساعة حتى ترتاح. طبعا الشعبيات كل ما ارتاحت كل ما طلعت احسن. نرجع لكم بعد ربع ساعة. وهلا حبايبي مثل ما انكم شايفين رح نعمل الحشوة. طبعا انا عندي قريشة حليب انا عملتها من قبل، ورح هلا اعمل كاسة حليب. شايفين هيك صار الشكل النهائي. رح نضيف معلقة مع الزهر حتى تعطيها طعمة. هاي حتى تقدر معلقة نحرك. رجعنا لكم بعد ربع ساعة، هاي العجينة ما شاء الله ارتاحت. عملية التبميل هاي طبعا شعبيات كل ما
هلا مثل ما شايفين دهن صينية زيت رح نحطها بهالطريقة هاي. طول بالك شوي ما بعد وبحكي هيك. وصلنا لهي المرحلة الثانية، قطعناها ورح نتركها ترتاح كمان ربع ساعة ونرجع لكم. وهلا بنرجع كمان نمد العجينة، هاي مرحلة التوريق، لسه في مرحلة المرحلة الأخيرة، هاي المرحلة الثالثة طبعا بهالشكل هذا. انا هون حطيت سمنة اصيل، وكمان ضفت لها معلقتين سمنة الحيوانية البقرية. بهالطريقة هاي رح نعملهم كلياتهم، كمان رح نتركهم يرتاحوا شي ربع ساعة، وبعدين رح تصير مرحلة التوريق. هاي طبعا اخر قطعة، هاي المرحلة خلصناها، رح نتركها ربع ساعة ونرجع نكفي ان شاء الله. هلا رح نبلش مرحلة التوريق. طبعا هذا الشكل اللي بيخلي الشعبية تصير موديلها كتير حلو وشكلها كتير حلو.
كل ما تورقت كل ما كان أحسن. طبعا هي اخر قطعة مرحلة التوريق. هيك نكون خلصنا مرحلة التوريق، نحطهم هلا بالصينية ونرجع نحطهم بالبراد شغلة 10 دقايق مشان نبلش نحط الحشوة فيهم. طبعا بالبراد مشان تجمد السمنة وصير الشغل فيهم أهون. نحن هون رح نجهز كمان القطر، كارتين عبارة عن كارتين سكر، كاسة مي. وارجع لكم مرحلة التحضير. مثل ما انتم شايفين هلا هاي المرحلة اللي قبل الأخيرة، طبعا مرحلة الشوي. نفتحها هيك بهالشكل هذا ونحط الحشوة. طبعا الحشوة شفتوني كيف أنا عملتها، عبارة عن كاستين حليب، معلقة نشا، ومعلقتين طحين، ومعلقة سكر. بنفضل هيك تتفتح عشان تعطي جمع للشعبية. شايفين كيف؟ هلا رح نعمل الشكل الثاني.
طبعا هون بعد نستني بسمنة زيت بسمنة حسب الرغبة. طبعا المدورة هيك رح تكون تفتيحتها. خليهم بعاد عن بعضهم مشان ما يلزقوا ببعضهم. بهالطريقة هاي رح تكون تفتيح المدورة. وهيك خلصناهم كلهم. رح هلا نحطهم بالفرن على درجة حرارة 180. هاي الفرن درجة الحرارة 180. نرجع لكم بنهاية التقديم. طبعا بعد ما طالعتهم صفيت السمنة منهم. وهي مرحلة القطر. ومثل ما نكون شايفين هذا الشكل النهائي. هيك صار جاهز. ورح احط رشة قرفة. طبعا القرفة اختياري. في عالم بتحبها بقرفة، في عالم ما بتحب القرفة. رح نشوف هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعانين ما شاء الله على القرشة. طبعا اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من دعمكم بلايك ومشاركة. واذا في اي سؤال او استفسار بتمنى تحطولي بالتعليقات. وشكرا لكم جميعا ولكل المتابعين. وهذا الشكل النهائي. وكانت معكم ام كرم. وبحبكم كتير. وبتمنى انكم كلكم تتابعوني.